التنين في تعريفه ان هو الم في الاذن يظهر بصوره شبحيه. التنين ده بقى مهما وصف لكم فيه محدش هيعرف يحسه الا اللي جربه. المريض بالطنين يقول انا مش عايز اسمع، مش مشكله السمع، بس المهم تشيل الصوت ده من دماغي. تكرار نوبات المنير بعد فتره بتسيب بصمه ما بتتصلحش. الدوار المرتبط بالودان كارثه. مريض دوار لا طريق امامه الا طبيب امراض السمع والاتزان وامراض الاذن. الاستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، استاذ واستشاري امراض السمع والاتزان، زميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا لطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، مؤلف كتاب سمع هس لأمراض الأذن، عضو الجمعية الدولية لطب السمع والاتزان. كتير من اللي اتربوا على أفلام الأبيض والأسود ذاكرتهم بتستدعي سيرة الممثل العظيم زكي رستم مع كل ذكر لضعف السمع. في الستينات أصيب زكي رستم بضعف السمع وحالته كانت بتسوء بالتدريج، إلا أنه تجاهل المرض، وكل ما كانت حالته بتسوء كان بيعتمد على حفظه للحوار وقراءة شفايف زمايله. استمر الحال على كده من غير ما حد يلاحظ مشكلته مع السمع إلى أن فقد السمع تقريباً، ولاحظ زملائه إنه بيرفع صوته بشكل مبالغ فيه عن المشاركين معاه في المشهد، وعرفوا إنه مش سمعهم، وده اللي خلاه يكتئب جداً ويبتعد عن الجميع ويعتزل التمثيل، إلى أن توفي في 15 فبراير 1972. العند مع المرض وتجاهله ما كانش وراه قوة شخصية قد ما كان وراه مخاوف وعدم رضا من الإنسان المريض زكي رستم عن وسائل العلاج في آخر الستينات من القرن الماضي. ولأنه الطب كل يوم فيه جديد، فخلال 50 سنة الأخيرة تطورت وتعددت وسائل علاج مشاكل السمع بشكل مذهل عن زمان. علشان كده تجربة زكي رستم ما تتكررش، لا في تفرد موهبته التمثيلية ولا في إهماله لمشاكل السمع ومخاوفه من وسائل العلاج. أهلا بيكم. أنا طبعا زكي رستم عندي له قيمة كبيرة جدا. هو أنا بشوف واحد من أهم 5 ممثلين مثلوا في تاريخ السينما المصرية، ده رأيي أنا الشخصي، واحد من 5 الكبار يعني، ويمكن هو في رأيي يعني واحد من 3 العظام، 3 الأولانيين، هو ويوسف فهمي ونجيب الريحاني، وطبعا الاثنين بقى اللي هو محمود المليجي وأحمد زكي. في رأيي أنا إنه دي قصة بتتكرر، بس طبعا هي مأساوية جدا يعني. يمكن في جزء في القصة هاني مقالوش في آخر فيلم، هو كان في حالة نفسية سيئة جدا، وكانوا اللي حواليه بيحاولوا يخففوا، بس كان المسألة يعني، ورغم انه كان فيلم كوميدي، آخر فيلم مثله كان اسمه البنات والصيف، كان متضايق جدا لأنه مش عارف مش سامع حاجة، فكان دايما لازم يواجه الممثل اللي قدامه عشان يقرأ الشفايف، وكان بيقرأها ساعات غلط، وساعات الممثل بيعمل بيتحرك بيديله ظهره، فخلاص يبقى الحوار انتهى هنا اللي مسمع. فشوف تخيل واحد بعظمة زكي رستم كان بيعاني ازاي، والناس اللي عندها مشاكل في السمع بتعاني كده جدا. تقدم الطب كتير قوي، بس يبقى انه مشاكل السمع كتيرة يعني. انا سمعكم دلوقتي مشكلة من مشاكل السمع، مشكلة خطيرة جدا. الطنين، تعالوا اوريكم او اسمعكم يعني ايه طنين. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة نسمع مع بعض الطنين كده. Thank you.
طبعاً أنتم متخيلين إنسان يعيش في الأصوات دي، ده يعني معاناة كبيرة جداً. طبعاً دي إحنا جايبين صوت عالي شوية، في درجات عالية كده، وفي ناس عندها الحد الأقل من الطنين بأنواعه بقى بأشكاله المختلفة. برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها الإنسان غلط إنه بيحط سماعات في ودانه. طبعاً يعني وأنا بتكلم كده أدي سماعة أهي في ودان، دي من متاعب المهنة بقى بتاعتنا. والحقيقة ما ينفعش مذيع يشتغل من غير سماعة، يعني السماعة في الودان في منتهى الخطورة اللي انتوا شايفينها دي. السماعة بتاعت الموبايلات هي طبعا يعني لابد منها، سماعة الموبايلات، لانه هي افضل من ان احط الموبايل على ودني على طول، ما هو ده له مشاكل وده له مشاكل. بس هل السماعة افضل ولا لا؟ هنعرف برضو، هسأل ضيف العزيز. وبعدين السماعات اللي هي بقى يعني الانسان يعني ممكن يحط سماعة يسمع مكالمة، في ناس حط السماعات في ودانها طول اليوم، يعني هو طول اليوم قاعد بيسمع موسيقى، قاعد بيكلم اصحابه، هو السماعات ما بيطلعها، يبقى حاططها كده في ودانها، وخصوصا بقى ان دلوقتي في سماعه غاليه شويه وايرلس، فدي محطوطه في الودن، الفلان ده خارج من الصبح لبالليل هو حاططها في ودنه، ما فيش سلك، فهي على طول هيحطها بقى كل شويه يشيلها يحطها، فدي طلعت غاليه، بس هنشوف مشاكلها تبقى عامله ازاي. فالقصة النهاردة مثيرة للغاية، وضيفي طبعا العزيز الحقيقة النهاردة بسعد جدا بأنه هو بيشرفنا النهاردة في حوار هنحاول ان احنا نحصل على اكبر قدر من المعلومات فيه، وقمة علمية متميزة، الأستاذ الدكتور محمد وائل محمد مصطفى، أستاذ واستشاري أمراض السمع والاتزان، زميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا طبعا لطب وجراحات الأذن والأنف والحنجرة، المؤلف كتاب سمع هوس الأمراض الأذن، ده كتاب بالعربي للمرضى، عضو جمعية الدولية لطب السمع والاتزان، الاسم الكبير، منورنا دكتور وائل بيه وسعداء بهذه الزيارة. اهلا بحضرتك. الحقيقة انا عايز ابدا الاول، هو احنا يعني في ضعف السمع اكيد قصة الفنان العظيم زكي رستم يعني ما غابتش عن ذهنك اكيد. اكيد، لان احنا المعاناة دي بنشوفها يوميا. ضعف السمع مشكلة كبيرة بتخلي الإنسان يحس بالعزلة، بالإحباط، بالاكتئاب، بالألم، ممكن اللي حواليه يعانوا أكتر منه وهم اللي يدوروا على حل، وهو بيحاول دايما ينكر إن في مشكلة لغاية ما يجي الوقت اللي يعترف فيه إن هو عنده مشكلة بالنسبة للسمع والتواصل مع الآخرين، ويبدأ في البحث عن حل. لكن بيجي أحيانا المريض يقول لا أنا مش عايز سماعة، أنا مش عايز زراعة قوقعة، فاحنا بنقول له لا، في مراحل للعلاج. الأول الدواء بينفع في بعض حالات ضعف السمع، لو ما ينفعش بيبقى في جراحة، لو ما نفعتش الجراحة بيبقى المرحلة الأخيرة اللي هي التأهيل، اللي هي السماعة أو زراعة القوقعة. إمتى تقول إن فلان عنده مشكلة اسمها ضعف السمع؟ أنا بقول هو اللي بيقول الأول، هو اللي بيحس إن في مشكلة في ضعف يعني في تواصله مع الآخرين، أو في تفسيره للكلام. يعني في واحد يقول لك أنا بسمع الصوت لكن ما أقدرش أفسر الكلام اللي بيتقال إيه، أو ما فهموش غير لما أشوف الشفايف زي ما حضرتك سبق وأشرت في بداية الحلقة. دي المشاكل اللي هو بيحس بيها، بيجي يقول بنبتدي نعمل الاختبارات. الاختبارات بتبين المشكلة في أنهي جزء بالظبط، خصوصا لو الضعف في الترددات العالية اللي هي الأصوات الرفيعة، ما بيسمعش الحروف الساكنة كويس، فبيحصل مشكلة في تفسير الكلام. ده نقول عليه بداية ضعف السمع. بداية. له تعريف علمي هو ضعف السمع هو يعني إذا قلت حدة السمع عن 25 ديسبل في الترددات من 250 هرتز لغاية 8000 هرتز. كويس، حلو قوي، عشان برضو الناس المهتمية بالكلام علمي قوي. إيه مشاكل ضعف السمع نفسها؟ ضعف السمع مشكلته الكبيرة اللي تخلي المريض يبحث عن حل الطنين طبعا. لو حس بالطنين بيطلع يبتدي يجري ويدور. المشكلة ان هو بيجيش لطبيب امراض السمع والاتزان في البداية بسبب قلة الوعي. فحضرتك لما تكرمت وعملت مجموعة سلسلة الحلقات عن الطنين وضعف السمع، ده بسبب وجود حضرتك معانا يعني، مش انا اللي عملت، انت اللي عملت. فالوعي زاد عند الناس، فبدأوا يبقى اول محطة دكتور السمع والاتزان. فهم اتغيرت. الناس فهمت.
الناس يعني بتفهم لكن قدامنا طريق طويل في الثقافه الطبيه. لكن خلينا نروح ازاي نشخص ضعف السمع نفسه، ازاي ايه وسائل التشخيص؟ مهم جدا في حالات ضعف السمع معرفه السبب، ان السبب قد يكون خطير جدا ويودي بحياه الانسان زي الاورام، ربنا يكفينا شرها. يعني ممكن ورم يكون ورم. يعني في صديق زميل طبيب انف واذن حول لي حاله فيها ارتشاح على طبلة الودن في ناحية واحدة. ده لسه من يومين بالظبط. فأنا شكيت في الحالة إنها في ناحية واحدة والسن 50 سنة وشايف شادو أحمر ورا طبلة الودن. فقلت له معلش يعني هتعدى على الزميل وأطلب أشعة مقطعية. عملنا أشعة مقطعية فطلع فيه ورم دموي ورا طبلة الودن على طول. لو الدكتور فتح الحال على انها ارتشاح في طبله الودن كنا يحصل نزيف رهيب طبعا، ممكن المريض يموت فيها. ورم دموي يعني هيمنجيوما؟ لا مش هيمنجيوما، جلوموس. جلوموس جلوموس تيومر. اللي هو زي اللي في الصوره كده. ورم دموي يعني في ورم دموي، بمعنى ان في كميه دم كبيره جدا. في كميه دم كبيرة. يعني لو انا دخلت فيه عشان يعني لو دخل بالمشرط نافورة دم هتتفتح فالمريض هيموت فيها. خطيره جدا طبعا، هيحصل نزيف. فهو بيتعامل معاه على حاله ارتشاح عاديه وهيفتحها ويشفط الرشح وخلاص الموضوع انتهى. لا ده في طلع في مشكله كبيره. ما زلنا في التشخيص. فاهم حاجه ان احنا نستبعد الاسباب الخطيره دي. ان نحدد درجه ونوع وشكل ضعف السمع وكيفية التعامل معاه، كل حالة بتختلف عن الحالة الأخرى. نصيحتي للمريض ما تروحش لشركة السماعات مباشرة لو عندك ضعف سمع، إن لازم نعرف إيه سبب ضعف السمع رقم واحد. طريقة العلاج هتختلف تماما، ممكن تستفيد من العلاج بالدواء، ممكن تستفيد من جراحة، ممكن تستفيد في الآخر من سماعة. ما تشتريش السماعة بطريقة عشوائية، الدكتور هيعرف يوصف لك السماعة المظبوطة اللي هي تناسبك، اللي هي هتفيدك بعد كده لما ربنا يساعد وفي تجربة ان يطلع علاج دوائي لضعف عصب السمع. سؤال مكون من جزئين. حالة ضعف السمع هل هي حالة بروجريسيف يعني بتزيد؟ فبالتالي السؤال المنطقي انه كل ما هكتشف الحالة دي بشكل مبكر هستفيد قد ايه؟ سؤالين. طبعا ضعف السمع بروجريسيف يعني هيزيد مع الوقت طالما انه ما اتعالجش او طالما ان ما استخدمناش السماعه بانتظام. هنستفيد جدا من التدخل المبكر، انه مش هيحصل ضمور في العصب السمعي. دايما العضو الغير مستخدم يضمر، دي قاعده طبيه، زي الزائده الدوديه ما حصل فيها ضمور ودلوقتي بتتشال. عصب السمع ما حصلش تنبيه مستمر ليه هيبدا يحتاج. هيحتاج ازاي؟ هيبقى فيه طنين، هيقل تفسير الكلام. عشان كده مهم جدا التدخل المبكر في ضعف العصب السمعي عشان نحافظ عليه شغال وبكفاءة. وعشان لما ربنا يساعد ويطلع العلاج الجديد، وفي علاج جديد بيتجرب حاليا عايزين المريض يستفيد منه. العلاج مش موجه للعصب السمعي، العصب السمعي لو حصل فيه ضمور مش هيتعوض. فلازم نحافظ عليه شغال باستخدام السماعة الطبية المناسبة، عشان لما يطلع العلاج لتعويض الخلايا السمعية اللي هي في القوقعة يبقى نلاقي العصب شغال ويستفيد من العلاج الجديد اللي هيطلع إن شاء الله. طيب عايز أقف في محطة السماعات الطبية. السماعات الطبية واضح إنه ده سوق وبزنس وكلامهم بيبقى موجه للعيان. هل هي تكفي لعلاج المشكلة لوحده فيبقى كلامهم للعيان منطقي، ولا لا تكفي ولازم الدكتور هو اللي يشرف على القصة كلها؟ وأنا ميال لكده جدا، فيبقى إعلاناتهم أنا في رأيي تعتبر نوع من التعدي أو نوع من الخلل في المنظومة الطبية في الحتة دي. هو في خلل في المنظومة الطبية لدرجة إن في مريض عنده فيستيبولار شوانوما وجاي لي هو لابس سماعة ويقول لي أنا مش مستفيد حاجة من السماعة. ده ورم. ورم ومعاه جايب الأشعة الام ار اي في العصب الثامن. في العصب الثامن. وبيقول لي انا مش مستفيد اي حاجه من السماعه. قلت له انت عملتها اصلا ليه؟ انت عندك ورم والورم ده لازم يتشال. طالما في ورم لا يمكن تستفيد من السماعه. فهي اهم حاجه الدكتور دوره
نعرف ايه السبب. لو في ورم بالطريقه دي لا يمكن هيستفيد من السماعه ولا من اي دواء او علاج. الورم لازم يتشال. فالدكتور اول خطوه بيحدد ايه السبب اللي عمل ضعف السمع ده عشان يوقفه. ممكن يكون مشكله مناعيه، المشكله المناعيه هتؤدي للموضوع يتفاقم مع الوقت. ان ما خدش العلاج المناسب في وقتها مش هنقدر نوقف التقدم في ضعف السمع، وما يتبعه من طنين. طبعا الطنين بيبقى مزعج جدا. مين الحاجات اللي ما ينفعهاش زراعه قوقعه ويتهيأ للناس انها ممكن تستفيد؟ الاول نسبه ذكاء الطفل اقل من المتوسط، يبقى هو مش هيستفيد. لو الحاله الاقتصاديه للاسره لا تسمح بتوفير قطع غيار للقوقعه، لو الحاله التعليميه للاسره او الام تعليمها ما يسمحش ان هي تعلم الطفل وتنتبه له وتبتدي تتخاطب معاه، كل الحاجات دي ليها حلول. يعني انا ممكن ادعم ماليا كجهات، طالما زراعه القوقعه ادعم ما بعد القوقعه من التعليم والى اخره، ممكن اوديه انستتيوشن يعلموه بدل الام مش عارفه كل ده. لكن علميا ايه الحالات اللي تعمل، يعني حاله مرضيه مش هتحط لها قوقعه وهي اساسا في حاجه تانية فيها عيب غير القوقعه؟ الحالات اللي هي لا يجب ان احنا نعمل فيها زراعه قوقعه حاجتين. نمره واحد، اذا كان الطفل يستفيد من السماعه الطبيه فهي لها الاولويه. علميا تمام، لانها بكل تاكيد مش هعرضه لجراحه كبيره زي كده مكلفه دلوقتي وصلت ربع مليون مثلا، وهو ممكن يستفيد من سماعتين في حدود 20-25 ألف. اوكي، علميا يعني كان الكتاب بيقول كده. اوكي، الخطوه الثانيه لو في قطع في عصب السمع. هو ده اللي انا عايز اقوله بقى، يعني لو في قطع في عصب السمع يبقى تركيب القوقعه يبقى زراعه القوقعه ملهاش لازمه. يعني اذا كان السلك نفسه اللي بيوصل ما بعد القوقعه مقطوع، طب انا راكب قوقعه ازاي؟ هتفيدني بايه؟ قطع عصب السمع ملوش حل. ممكن هل في حالات ما فيهاش عصب سمع كونجينيتال ابسنس؟ ممكن كونجينيتال، ممكن في حاجه اسمها كونجينيتال كوكلير نيرف ديفيشنسي، يبقى حجم العصب ضعيف او قليل. وممكن الناس بتتعرض لحوادث فيتقطع عصب السمع في الناحيتين. ممكن الناس وراثيا يبقى فيه فيستيبلر شوانوما في الناحيتين اللي هو في حالات النيورو فايبروماتوزس. فدي حالات اللي هي زراعه القوقعه ما بتفيدش فيها، بس هم حاولوا يتغلبوا على الموضوع ويعملوا حاجه اسمها برين ستيم امبلانت او قوقعه جذع المخ، انه بيحط الالكترود على النواه السمعيه في جذع المخ. لكن نسبه نجاح العمليه دي كان قليل جدا فما استمرتش. يعني ما استمرتش، عمليه تعتبر تجريبيه. طب عايز اتكلم على ما الفرق بين ضعف السمع الحسي والعصبي عشان ندخل على الجديد في العلاجات. الحسي اللي هو نتيجه خلل او ان الخلايا السمعيه ماتت او ضعفت او حصل فيها عطب. عصبي يعني متعلق بعصب السمع نفسه. عصب السمع هو اللي بينقل الاشارات من قوقعه الاذن لغايه القشره المخيه. فالحس العصبي المشكله لو عصبيه حتى الان ملهاش علاج ولا في تجارب تفيد في هذا المجال. التجارب كلها متوجهه لضعف السمع الحسي لو في مشكله في الخلايا السمعيه. ده الاساس. ده الاساس اللي هو حاليا التجارب كلها شغاله، سواء بالخلايا الجذعيه او عن طريق الحقن في الاذن الوسطى. طيب ايه الجديد دلوقتي اللي العالم ربما يعني يحقق بيه نجاح في علاج ضعف السمع؟ هو لسه الخبر وصلنا من اسبوع بالظبط ان هم حاليا بيجربوا ان يحقنوا انزيم اسمه جاما سيكريتيز انهيبيتور. الجاما سيكريتيز انهيبيتور بيعمل تثبيط للجاما سيكريتيز اللي هو بيمنع تكاثر الخلايا السمعيه او تجددها. فلما بنحبط الانزيم ده يبتدي الخلايا السمعيه تتكاثر وتعوض الخلايا اللي هي ماتت او حصل فيها اي نوع من العطب. اللي احنا شايفينه ده نموذج للامل القادم. ده جديد، ده لسه مش موجود في مصر، مش موجود لسه حتى في العالم، ده لسه كله ده اسلوب علاجي جديد، صح كده؟ المرحله الثانيه من التجربه حاليا بتجري في 5 دول اوروبيه. المرحله الثانيه اللي هي معناها ايه؟ اللي هو الحقن الانزيم في الاذن الوسطى. يعني البدايه كان المرحله الاولى على حيوانات التجارب ونجحت. المرحله الثانيه على متطوعين بشر. هتبقى المرحله الثالثه ايه بقى؟ بس هم حاطين مجموعه شروط عشان نستفيد من العلاج ده، اللي هو ان فتره ضعف السمع ما تزيدش عن 20 سنه. انه طوال ال 20 سنه كان يستخدم السماعه الطبيه بانتظام. معنى ان عصب السمع سليم وشغال ونشيط. نشوف الفيديو من اوله عشان نفهمه.
يعني برضو نفهم ايه اللي حصل. ايوه ايه ده بقى دي الميكانيزم بتاعت السمع، يعني ازاي احنا بنسمع ان طبله الودن بتتلقى الموجات الصوتيه، تتحرك عظيمات الاذن الوسطى فتبتدي تكبر الصوت. لما يدخل قوقعه الاذن اللي هي مليانه بالسائل يبدا السائل يتحرك، لان وسط الهواء اللي في الاذن الوسطى غير الوسط السائل الموجود في قوقعه الودن، محتاج قوه تكبير كبيره. هذه الذبذبات اللي بتحصل في سائل القوقعه بتنتقل للاهداب الموجوده في الخلايا السمعيه، احنا هنشوفها دلوقتي داخل قوقعه الودن. حلو قوي، اول مره من زمان قوي ادخل في جوه الانف جوه القوقعه. ايه دي بقى؟ دي الاهداب بتاعه الخلايا السمعيه. دي لو هي سليمه لو حصل فيها عضب بتبقى المنظومه دي مش بالترتيب ده، تتحرك مع حركة السائل بالمنظر اللي احنا شايفينه. سبحان الخلاق العظيم، لما واحد يشوف كده عشان خاطر يعني ربنا ما خلقش حاجة عبث. هي الأهداب هي بتتحرك مع حركة. شوف دي الودن، دي مجرد الودن، يعني اللي هي يمكن ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة. هو الإعجاز إن إزاي يعني الحاجات اللي بنسمعها بسرعة جدا، إزاي القوقعة دي بتقدر تحللها لجميع الترددات وتوصل المخ ويفهمها في اقل من ملي ثانيه. ولا اعظم يعني كمبيوتر في العالم. طب انا عايز دلوقتي، احنا فهمنا دلوقتي اذا هذا الاسلوب العلاجي قدامه قد ايه ممكن يكون ابلايد فعلا، طالما احنا نجحنا في المرحله الاولى اللي هي على الحيوان ودلوقتي بيعملوا المرحله الثانيه على الانسان. ووضع دي مين اللي عملها؟ 5 دول اوروبيه؟ التجربة بتجري في 5 دول أوروبية، لكن تصميم التجربة والعلماء المشرفين عليها في معهد الأنف والأذن والحنجرة في بريطانيا، معهد متخصص في الموضوع ده. يعني ترى أنه قدامنا قد إيه قبل ما ده كله يوصل إلى زي ما بيقولوا إلى برضه؟ وإحنا قربنا يعني، غير الأول ما كانش في أمل على الإطلاق. في شوية حاجات عواقب هتواجههم طبعا، أنا يعني بتوقعها ان هو الانزيم ده هنوصله قد ايه، هيقدر يعدي من الشباك الدائري بتاع من الاذن الوسطى للاذن الداخليه بكميه قد ايه، هل هيقدروا يخترعوا جهاز ينظم دخوله للاذن الداخليه، هل هنقدر نحد من نمو الخلايا دي في مرحله معينه بحيث ما تحولش الموضوع لكانسر. ما الخلايا لو تكاثرت بدون رادع يعني او بدون حاجه توقفها ممكن يتحول الموضوع لكانسر وتبقى كارثه. فهي دي الحاجات اللي هي فاضل يعني الرتوش الاخيره اللي هي تخلي العلاج ده مفيد للبشريه باذن الله. ازاي الناس تحمي نفسها من ضعف السمع؟ اول حاجه في مصر طبعا الضوضاء. محل بيتفتح يا باشا جنبنا يوم ما طلعتلوش الشمس. انا كانت في العماره بتاعتنا، مش في العماره، في العماره اللي ورانا كان في ملهى ليلي كان شغال فكنت بسمعه في منطقه معينه من الشقه. انا جات لي حاله طنين بسبب افتتاح محل تحت البيت. يا لهوي. الدي جي كان عالي ليلتها، تاني يوم صحيت بطنين. صحيت تاني يوم بطنين. ما في فيلم حلو قوي كان يعني فرح، كان اسمه الفرح، كان معمول بتاع المبدع سامح عبد العزيز، فكان معمول الفيلم كان فيه حته لطيفه جدا، بيا كساب متجوزه الفنان الجميل حسن حسني، الخناقه قامت على الميكروفون بتاع الفرح معمول في فمسك كل شويه يمسك المقص عايز يقطع سلك الميكروفون، بس خايف بقى من خالد الصاوي يطلع يضربه. شفت الفيلم انت؟ شفته. ما هو ده يجنن، الميكروفون يجنن. طبعا في الحتت الشعبيه الدي جي ده يعني بيبقى بيتسابقوا بقى. هي الناس اللي عندها طنين او ضعف سمع بيبقى عندهم حساسيه للاصوات العاليه. وممكن كمان حساسيه للاصوات العاليه دي تتحول لدوار. مرضى المنير ما بيستحملش الاصوات العاليه، فممكن اول ما يسمع صوت عالي تجيله نوبه دوار يقع في الارض. فيعني كل اي حد بيعمل اصوات عاليه يراعي هؤلاء المرضى، لان ممكن حياتهم تتحول لجحيم بسبب الصوت العالي. عندنا حاله مشهوره برضو جدا اسمها الدوار، عايز اعرف ايه الدوار وايه الاسباب اللي تخلي الدوار موجود؟ الدوار اصبح شائع جدا في المجتمع المصري بسبب ضغوط الحياه طبعا.
الدوار عباره عن ان هو الواحد بيحس ان الدنيا بتتقلب بيه، السقف بينزل في الارض والارض في السقف والحيطان عمال بتلف، بتصيب الانسان بحاله من الهلع في البدايه جدا، خصوصا في اول مره بيبقى في حاجه اسمها رقرقه العين، نستجمس، فبيحس المجال البصري بيتهز قدام عينيه، بيبقى فيها اعراض زي القيء والغثيان وممكن اسهال، لان العصب العاشر مرتبط بعصب الاتزان. اسباب طبعا الدوار اسباب كتيره جدا، وزادت الاسباب وتعددت انواعه. الاول كان في انواع بسيطه يعني زي ما بيقولوا رؤوس مواضيع، لا دلوقتي بقت في انواع كتيره معقده شويه، ما بقتش سهله. التشخيص بتاع الدوار يعتمد على تحديد السبب رقم واحد وعلاجه بعلاج السبب، يعني مفيش حاجه اسمها مسكن للدوار. في بعض الاطباء بيقرا البامفلت بتاع الدواء، ده علاج للدوار، اكتب اكتب اكتب، تلاقي روشته مكتوبه كلها حاجات معتمده على البامفلت. هو لا، ما شخص ايه سبب المشكله، منير ليه علاج لوحده، الدوار الوضعي ليه علاج مختلف، لو في التهاب في عصب الاتزان ليه علاج مختلف، لو المشكله قديمه غير لما تكون مشكله جديده، هل هو عدم اتزان ولا هو دوار ولا هو مشكله متعلقه بمرض عام في الجسم زي الانيميا او الضغط المنخفض، هل في مشكله جسمانيه موجوده زي اديسون ديزيز مثلا، ممكن تسبب دوخه، نقص الكورتيزون في الغده الكظريه، الغده الكظريه فاشله مش بتشتغل، فما بتطلعش لا كورتيزون ولا ادرينالين ولا هرموناتها كلها ما بتطلعش. يعني في حالات كتير زي كده مرت على دكاتره بطنه وحولوا على ان هي دوار وفي الاخر يطلع ان هو اديسون ديزيز. ده لازم اديسون سهل معرفته جدا، ضغط منخفض هتلاقيه مسمر وضغطه منخفض، وهتلاقي يعني هتلاقي كورتيزون لو استرو كورتيزون هتلاقيه قليل جدا. هو التحليل التحليل سهل قوي يعني، طلب بيعمل. كالعاده انت بتنورنا وبتنفرد بحوار علمي على ارقى مستوى، لكن قبل ما تمشي عايز احكي لك واحكي للناس قصه قصيره جدا. لمين؟ لبيتهوفن. لودفيج فان بيتهوفن هو يعني اعظم موسيقار عبر التاريخ، وتخيلوا ان هذا الرجل في الثلاثينات من عمره بدا يفقد سمعه، وصل الى انه يعني خلاص ما يسمعش خالص، ورغم كده ما توقفش عن الانتاج لكن انسحب تماما من التجمعات الفنيه، كان منعزل عايش في عزله تامه، وامتنع عن العزف في الحفلات العامه وابتعد عن الحياه الاجتماعيه، لكن يعني وكمان مؤلفاته قلت جدا بعد كده، واصبحت زي ما بالتعبير الموسيقيين ساعتها بيقول لك اكثر تعقيدا بعد اصابته بالصمم. لكن جملته اللي هختم بيها النهارده قال انه يا لشده المي عندما اسمع احدا بجانبي يسمع ويستمتع بصوت الناي في حين انني لا استطيع انا سمعه، او يسمع احد غناء احد الرعاه بينما انا لا اسمع شيئا، كان هذا كله يدفعني إلى اليأس، وكدت أضع حدا لحياتي البائسة، إلا أن الفن وحده هو الذي منعني من ذلك. ده بيتهوفن، تخيلوا كثير من الناس عندهم هذه المشاعر وهذه الأحاسيس ربما لا يستطيعون أن يعبرون عنها كما عبر عنها بيتهوفن، أو تنقل للناس كما نقلت عن هذا الموسيقار العظيم. ضيفي الكبير المقام يعني ما شاء الله على المعلومات اللي احنا استفدنا منك فيها النهارده، واشكرك على تلبيتك للدعوه انك نورتنا بالناس الحلوه. استاذ الدكتور محمد وائل كان في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوه.